السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات أعزائي التلاميذ، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو كيخص تلاميذ وتلميذات السنة الأولى من سكل البكالوريا المقبلون والمقبلات على الامتحان الجهوي دورة شتنبر 2020 إن شاء الله. إذن في هذا الفيديو سأتطرق لموضوع الأطر المرجعية التي قامت وزارة التربية الوطنية بنشرها اليوم. في هذا الفيديو غادي نتكلم لكم على الأطر المرجعية، غادي نتكلم لكم كيفاش نحصلوا على الأطر المرجعية وشنو غادي يكون في هذه الأطر المرجعية. هذا الفيديو برعاية تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، قم معي. إذن البلاغ هو هذا كما كتشوفوا، بلاغ إخباري صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 8 يونيو 2020، يعني اليوم. موضوع البلاغ هو إصدار الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع اختبارات الامتحان الجهوي الموحد بالنسبة للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم دورة 2020. دونك موضوع هذا البلاغ هو إصدار الأطر المرجعية، يعني الوزارة صدرت الأطر المرجعية. فين صدرت الأطر المرجعية؟ كيفاش يمكن لي نحصل على الأطر المرجعية؟ هادشي اللي غادي نعرفوه دابا. أولا، كيفية الحصول على الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع اختبارات الامتحان الجهوي الموحد. إذن بالنسبة للأطر المرجعية كيف سأحصل عليها؟ إذن الوزارة قامت بنشر الأطر المرجعية المكيفة لمواضيع اختبارات الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، والتي ستجرى يومي 4 و5 شتنبر 2020 على البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، كما تمت موافاة جميع المترشحات والمترشحين عبر بريدهم الإلكتروني الشخصي تعليم.ما بنسخة من هذه الأطر المرجعية. إذن الوزارة قامت بنشر هذه الأطر المرجعية فين؟ أولا في البوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma. ثانيا صيفطات لكل مترشح غادي يدوز الامتحان الجهوي هذا العام، صيفطات له في البريد الشخصي ديالو عبر تعليم.ما الأطر المرجعية جميع المواد. فهم؟ إذن فين يمكن لي نحصل على هذه الأطر المرجعية؟ غادي نحصل عليهم فين؟ في الموقع ديال الوزارة، وكذلك في البريد الإلكتروني الشخصي بكل تلميذ. ثانيا الدروس التي تشملها الأطر المرجعية، يعني الدروس اللي كاينة في الأطر المرجعية. إذن وقد عملت الوزارة على تكييف الأطر المرجعية المتعلقة بهذا الامتحان. إذن كتشوفوا هذا التكييف، تكييف معناها أنه مكيف مع الظروف الحالية، يعني مع ظروف الموسم الدراسي الحالي، لتشمل حصريا الدروس التي تم إنجازها بصفة حضورية انطلاقا من الدخول المدرسي إلى غاية 14 مارس 2020. إذن الوزارة كتقول لكم بأنه هذه الأطر المرجعية فيها فقط الدروس اللي قريتها في القسم، يعني حضوريا من بداية الدخول المدرسي في شهر 9 لغاية 14 مارس نهاية الدراسة الحضورية قبل بداية الحجر الصحي. إذن الدروس اللي غادي تكون في الامتحان فقط الدروس اللي قريتها في القسم. ثالثا كيفية الدخول للبريد الإلكتروني تعليم.ما، كيفاش ندخل لهذا تعليم.ما؟ إذن كتذكركم الوزارة بأن الولوج لهذا البريد الإلكتروني تعليم.ما غادي يتعين على كل مترشح إدخال اسم الولوج مكون من رمز مسار كود مسار على مسطحة www.تعليم.ما، وذلك بإدخال حساب كود مسار @تعليم.ما والقن السري الخاص بكل مترشح. اذا شنو كيفاش غادي ندخلوا لهذا البريد الالكتروني؟ اولا غادي نمشي غادي نكتب في جوجل تعليم.ما، غادي ندخل غادي ندير كود مسار @تعليم.ما. ما تنساوش هاد @تعليم.ما، كاين اللي كيدير غير الكود ديال المسار ويدير القن السري ويقول راه ما دخليش. نو اتونسيون، راه خصك دير @تعليم.ما مر الكود ديال المسار، وفي القن السري غتكتب الكود ديالك وغادي يدخل لك. مفهوم؟ إذن سأقوم بنشر كل الأطر المرجعية فور الحصول عليها، غادي ننشرها هنا في القناة، وكذلك غادي ننشرها في الصفحة ديالي على الفيسبوك تربويات الأستاذ محمد البخاري، دخلوا ليها. وفي الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.